طبعا تداعياته خطيرة وسلبية جدا على الاقتصاد اللبناني وعلى قطاع الزراعة وعلى العاملين في هذا القطاع. وطبعا هذا يضاف إلى سلسلة متراكمة من النكسات الاقتصادية التي يشهدها البلد، بداية من انهيار عملته الوطنية، نهاية بهذا العزل الكامل المالي الاقتصادي العالمي المفروض على لبنان. وبالتالي أعتقد أن هذه ضغوط إضافية على لبنان والحكومة اللبنانية لكي ينتبه أن العالم وخصوصا المحيط العربي لم يعد يقبل أبدا بما كان يقبل به سابقا، وأن على هذه الدولة أن تأخذ علما بواجباتها كدولة شرعية عليها حماية الدول الأخرى التي تتعامل معها مما يخرج من مرافئه. هذا عذر أقبح من ذنب. السعودية لا يهمها، السعودية أو الكويت أو أي دولة أخرى لا يهمها مصنع أو 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 مصدر هذه المنتجات المخدرة، المهم أنها مرت من خلال لبنان وعبر مرفأ بيروت. السعودية استلمت هذه الشحنة من لبنان، وعلى لبنان أن يراقب ما يمر في أراضيه وما يخرج من مرفأه. أكثر من ذلك، خلال الساعات الأخيرة تدخلت الشرطة اللبنانية واكتشفت مصنع لصناعة الكبتاجون أو المخدرات في بعلبك في حي الشراوي داخل الأراضي اللبنانية، بما يتناقض مع الرواية اللبنانية التي تقول أن هذه البضائع التي ذهبت إلى السعودية مصدرها سوري. بكل الأحلال سواء كان مصدرها سوري أو فلبيني فإنها مرت من خلال الدولة اللبنانية، من خلال الإدارة اللبنانية، ومن خلال المراقبة اللبنانية، ومن خلال مرفأ لبنان. أنا يعني عندما سمعت هذا القرار السعودي، أولا استغربت أن السعودية ما زالت تستورد بضائع لبنانية، وهي التي يعني تشهد خلال السنوات الأخيرة حملة من منابر حزب الله والمحيطين بحزب الله ضد السعودية وضد الخليج، طبعا ضد السعودية، طبعا ضد قطر أو الإمارات أو الكويت. وبالتالي كان دائما هناك، دعيني أقول، رعاية خليجية لليد العاملة اللبنانية العاملة في هذه البلدان، والبضائع اللبنانية التي يبدو أنها استمرت بالذهاب إلى السعودية. ثانيا، أن النفوذ السعودي، يعني نفوذ سعودي موجود داخل التيارات اللبنانية السياسية، وليس هناك نفوذ بالمعنى الذي يفهم على الطريقة الإيرانية، بمعنى الميليشيات وبمعنى الجماعات التي تريد أن تدمر الدولة اللبنانية. هذا الخيار هو القرار صدر عن المملكة العربية السعودية، وتقول فيه إذا ما أعطتنا الدولة اللبنانية ضمانات فعلا بعدم تكرار هذه التجربة، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تقدم هذه الضمانات. فعلا ربما أن العالم قد ضاق ذرعا بهذه الحالة اللبنانية. في الأيام الأخيرة كان هناك اكتشاف آخر لعمليات تهريب إلى اليونان بنفس الطريقة ومن مرفأ لبنان، وأيضا من خلال اليونان نحو بلدان أخرى. هذا البلد هو بلد محتل، بلد مصادر قراره، بلد قراره في يد إيران وفي يد حزب الله، وكل هذه العصابات التي تسيطر على معامل المخدرات والتي تصدر المخدرات سواء كانت في لبنان أو في سوريا هي بالنهاية برعاية حزب الله وإيران بنفوذها في بلده. دولة في لبنان يسيطر عليها حزب الله، هذه الدولة، هذا الحزب هو الذي يسيطر على المرافق الشرعية التي أصبحت غير شرعية بفضل جهود هذا الحزب. هذا الحزب الذي بإمكانه أن يعين رئيس جمهورية وأن يرضى بتكليف رئيس للحكومة، وهذه الكميات أو هذه القوافل من الشاحنات التي تحمل مخدرات لا يمكنها أن تتحرك في البلد لولا وجود حماية من هذا النوع. من يحمي في لبنان ومن يمتلك فائض القوة في لبنان هو حزب الله. أعتقد أن الأجوبة اللبنانية الحالية أجوبة ركيكة من نوع ليست من عندنا وهي آتية من سوريا، وكأنه لبنان غير مسؤول عن مرافئه وعن مرافقه وعن مداخله وعن مخارجه، وأعتقد أن الجواب هو في يد السلطة اللبنانية. هذه الكارثة التي يعني تطال المزارعين اللبنانيين وتطال المزارعين اللبنانيين خصوصا في مناطق يفترض أنها من البيئة المناصرة لحزب الله، البيئة الشيعية المناصرة لحزب الله، بإمكانها أيضا أن تكون يعني حجر داخل مياه يجب أن تتحرك لفرض قيم الدولة وقواعد الدولة وقواعد القانون الدولي. أنا متخوف من ذلك، لأنه هناك طبعا مصادر من الإمارات، من الكويت ومن عمان،
من تضامن، ومن البحرين أيضا من تضامن مع الإجراء السعودي. حتى الآن التضامن مع الإجراء السعودي لم يرفق بقرار أيضا من هذه الدولة، لكن أيضا في حال قامت هذه الدولة السعودية أو الدول الأخرى بمقاطعة المنتجات اللبنانية أو بمقاطعة كل ما يخرج عبر مرافق لبنان، هذا يعني أن سمعة لبنان التجارية في العالم أصبحت سيئة جدا، وقد تؤدي إلى مقاطعة عالمية أخرى، تؤدي إلى عزل أكثر وضغوط اجتماعية مباشرة على المواطن اللبناني تماما. لبنان ليس قادرا منذ سنوات على تحمل ذلك، انهيار منظومته المصرفية، الودائع اللبنانية، ودائع اللبنانيين وجهود خلال الأعوام فقدت، لأن المصارف لم تعد تستطيع أن تدفع هذه الودائع، ثم أن الانهيار الاقتصادي وعدم وجود آمال، يعني القطيعة مع البنك الدولي، القطيعة مع صندوق النفط الدولي، انهيار المبادرة الفرنسية، العزوف العربي عن التعامل مع هذه الدولة بسبب لهذه الأسباب تماما، هذا يؤدي يوميا إلى مستوى أصبحنا نتحدث عن جوع في لبنان، وبالتالي فعلا إلى أي مدى بإمكان هذا البلد أن لا ينفجر ويصبح أيضا مشكلة للبيئة الأخرى، قد تكون بيئة عربية أو حتى البيئة الأوروبية. نعم، ذكرت في سياق الحديث دكتور قواس أن لبنان عليه أن يقدم ضمانات ليحصل على الثقة مجددا حتى تعود السعودية أو دولة أخرى متخوفة لاستيراد الخضار والفواكه. ما هي الضمانات التي ستكون مقنعة من لبنان لتقديمها؟ سؤالك جيد في استخدامك لكلمة مقنعة. حتى الآن لا أعتقد أن أي دولة في العالم، وطالما نتحدث عن السعودية، ستقتنع ببيان صادر عن الجهات الأمنية أو السياسية في لبنان تقول أننا نقدم هذه البيانات، نقدم هذه الضمانات. الضمانة الوحيدة المطروحة حاليا دوليا هي ما حملته المبادرة الفرنسية، بمعنى إنشاء محكمة، إنشاء حكومة مستقلة من اختصاصيين ليس لها علاقة بالأحزاب والتيارات اللبنانية، وخصوصا أنها مستقلة عن قرار حزب الله. إلى أي درجة بإمكانهم، والواضح جدا أن الأمر صعب ومستحيل، ويبدو أنه لا يعطى الضوء الأخضر إليه، طالما أن إيران ترفض ذلك، وطالما أن إيران تربط ذلك بما يجري في فيينا أو في مناطق أخرى. وأعتقد أن المعضلة كبيرة هذه المرة، لأنه مطلوب أن تتشكل هذه الحكومة لكي تقتنع السعودية أو قد لا تقتنع، أو الدول الأخرى، بأن لبنان على السكة أو على بداية السكة الصحيحة لكي تمسك الدولة بمعالم هذا البلد.